يعني حزب الأصالة هو جزء أصيل من هذا الشعب، والشعب المصري بكل فئاته المتحررة الحرة والتي تريد الحرية والكرامة لهذا الشعب خرج اليوم بكل النخب بتاعته ليعلن رفضه لكل المحاولات لرجوع الاستبداد، لرجوع القوانين الاستثنائية، لرجوع شكل جديد لنظام حسني مبارك، لمحاولات تسلل للبرلمان عبر فلول الحزب الوطني، لمحاولة عودة نظام حسني مبارك بشكل وبشخصية أخرى. أعتقد أن الشعب المصري أو النخب الواعية تأكدت أن الثورة بتسرق إنجازاتها وأن الاستبداد يريد أن يرجع مرة أخرى، فلابد من هذه الانتفاضة. النهاردة أعتقد أنها مش واقفة، دي انتفاضة من رموز الشعب المصري بترفض الرجوع للاستبداد، ترفض الظلم، ترفض رجوع الحزب الوطني مرة أخرى بشكل جديد للحياة السياسية، ترفض المطبخ الذي يطبخ القرارات المستبدة والقوانين المستبدة خلف الغرف المغلقة، وتقول بكل وضوح لا لعودة الاستبداد، لا لعودة الظلم، لا لأي تدخل خارجي داخلي من أي قوة متسلطة مستبدة على حرية وكرامة الشعب المصري. وهي في رسالة أيضا أن في نخب وقوة من التيار الإسلامي تحررت من القوالب الجامدة اللي موجودة في التيار الإسلامي، وبتعلن أنها تقف بكل وضوح وبكل قوة مع مطالب الشعب المصري، أنها مطالبنا، نحن نريد الحرية، نحن أكثر الناس تعرض للظلم والاستبداد، نحن تعرضنا 30 سنة لقهر وظلم، ولن نقبل بأي صورة من الصور أن يرجع الظلم والاستبداد بأي طريقة أخرى مهما كانت الإغراءات المقدمة من أي سلطة، مهما كانت الامتيازات. فالحرية والكرامة والعدالة هي أغلى وأعلى ما نتمناه. طب حضرتك تقول إيه للناس اللي الطيارات الإسلامية اللي مشاركتش النهاردة؟ شفنا سلفية الإسكندرية ما نزلوش والإخوان، مع إن سلفية العبور نزلوا. يعني سلفية العبور شكلها كده منشقة ومتمردة، لكن أنا أعتقد هم ليهم وجهة نظر محترمة، اليوم وجهة نظر محترمة، ولكن أتمنى أن هم يكون في هناك تواكب واتحاد للتيار الإسلامي كله في هذه المواقف الحاسمة. ده موقف حاسم، وأعتقد على التيار الإسلامي كله أن يتحد في موقف واحد. شكرا.